يا دكتور هشام. بالنسبة لنحر الأضحية، هذا الشيء احنا غير تنذكروا به، الحمد لله المغاربه عارفين بان المكان ديال الاضحيه خصو يكون مكان نظيف، الادوات باش نشتغلوا تكون نظيفه، ونوفروا الماء بكثره، يكون الماء النقي، يكون الماء يكون بكثره. الشخص الذي يقوم بنحر وتهيئ الذبيحه ينصح ان يكون حرفيا، شي واحد يكون حريفي اللي تيعرف يذبح ويسلخ سميتو الاضحيه ديال العيد. حاجه مهمه جدا اجتناب نحر الاضحيه مكتوفه الاطراف، ما تذبحوش ذاك الاضحيه ورجليها مكتفين، خصنا نطلقوا الرجلين باش نحاول يحرك رجليه والدم يخرج لنا من السقيطه، باش ما يبقاش لنا الدم مجموع في السقيطه، ونحافظوا على جوده اللحوم. اضافه الى ذلك يجب اجتناب عمليه نفخ الاضحيه عن طريق الفم، حيث لا قدر الله إذا كان شي مرض تنفسي عند الشخص اللي تينفخ يقدر يدوزوا لنا الاضحيه ويكون هناك شي مشكل لا قدر الله. هذا الشيء علاش نقولوا بان هذاك اللي تيسلخ سيكون حرافي، نحاولوا نحيدوا ذاك الجلده ونحيدوا الصوف ديال الاضحيه بلا ما نلوتوها، بلا ما نلوتوا السقيطه باش ما نضطروش اننا نغسلوا السقيطه بالماء. دابا السقيطه ما خصناش نغسلوها بالماء، خصنا نحيدوا ذاك الجلد بواحد الطريقه سلسه ونحافظوا على النظافه ديال السقيطه وما نلوتوا السقيطه بالصوف باش ما نضطروش اننا نغسلوها. حاجه كذلك مهمه جدا، ملي نحيدوا الجلد، ملي نحيدوا داك البطانه ديال الاضحيه، نخرجوا داك الدواره بسرعه، ما نتعطلوش في التخراج ديال الدواره، نخرجوها بسرعه. وكذلك ننتبهوا ما نساوش نحيدوا داك المتانه او النبوله، وكذا المخرج ديال داك السقيطه، هي داك الطرف الاخر ديال المصران.